صحة الحيوانات كلها بخير الحمد لله، في متابعة يومية من خلال الصف القائمين بالعمل في حدائق الحيوان، إذا كان من علاج أو إذا كان متابعة للوقوف على الحالة الصحية، والحمد لله كلهم بيتمتعوا بصحة جيدة وتكيف بالنسبة للظروف الحالية الحمد لله. نسأل الله إنه بس تزول يعني الموجة الحارة ديت إن شاء الله قريبا بإذن الله. إن شاء الله الجور نفسها وأماكن العرض رشيناها مية علشان نلطف من درجة حرارة الجو ونساعد الحيوان إن هو يتكيف مع درجة الحرارة اللي موجودة. برضو في اهتمام بالمأكولات وخاصة المأكولات الطازجة زي الخضروات الخس والخيار والكوسة والجزر، اللي هي دايما بنحاول انها نقدمها بشكل بدري قوي على اساس ان الحيوان ياخدها غضة وفي نفس الوقت فيها نسبة سوائل عالية، البطيخ الجنان.